السلام عليكم. هل حدود مفتوحة؟ ايه خبر مزيان، فتحتوا طيران، يعني اللي بغي يجي في الطيارة يجي، ولكن الشريف كيفاش الطيران غادي نجيو فيه؟ والثمن في راكو غاديين فيه؟ واش هاد الأثمنة اللي عاطينها خيالية؟ واش هذاك الوقيته اللي عطيتو للمهاجرين ان من المبادرة ديال الملك انه عطى تخفيضات وعطى تعليمات ويعاونهم وكذا، بغيتو تخلفوا منهم داكشي كامل؟ راه هادشي اللي تيبان ليا انايا اليوم، كنتفاجئ انا بالأثمنة. بزاف الاخوان والاخوات اتصلوا بيا ولقيت هاد الاثمنه خياليه والشروط خياليه. الشروط اني الاطفال ما رحمتوهمش، مولين 12 عام و18 عام حتى هما ما رحمتوهمش، والاثمنه ما نقولكش. شوف المطارات خاوي، اش هاد الاثمنه؟ الناس راه مشات بغات تقطع البي، لقات الاثمنه خياليه رجعات لبحال هذا. مش غادي نمشي ندير انا في هاد البلاد هاد الكحلال؟ اش هاد الحماق ديالكم اصاحبي؟ واش ما باغينش تفهموا بان هاد الجاليه راها باغا تجي تشوف الاحباب ديالها والاهل ديالها؟ والاثمنه فراكو غاديين، ولا بغيتو تعوضوا لداك الاثمنه اللي قبل اللي مشيتو بقيتو كتبانوا قدام العالم بان راه المغرب راه من نار طريطي طوطوطوي؟ فين مشيتو؟ فين بغيتو تخلفوا كاع داك الخسائر؟ بغيتو تردوها دابا؟ هادشي اللي تيبان لي. وهاد الشروط ان الثالثه والرابعه والبي سي ار ما تفوتش 4 شهور، وهاد الروينه وهادي وتفوت وتجي لوطيل وهادي، شنو هاد الروينه؟ بغيت نفهم شنو باغين، شنو هو المقصود ديال هادشي؟ يعني ما بغيتوهمش يجيو صافي، قولوا ليهم ما بغيناكمش تجيو، صيفطوا لينا غير الفلوس صافي باش تحويلات الجاليه باش تعمر الخزينه وصافي. هادشي اللي كاين. انا من هادشي اللي كنقول لكم، والله لا اله الا الله، والله يحسن عوانكم، حق الله الا شفيتوني، والله يحسن عوانكم، والله يحسن عوانكم، ولا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الدوله.